عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله، اتفضل. حضرتك انا معايا مرات حضرتك بتحلم حلم متكرر كده، فمش عارف سواء خير او شر. مكروه او محمود؟ لا، هو بتحلم ان مكروه. مكروه. صبرا صبرا. ما دام مكروها عليك بالاتي: اولا، تعوذ بالله من شره. ثانيا، لا تحدث به احدا. تعوذ بالله من شره. ثانيا، لا تحدث به احدا. ثالثا، اطفل عن يسارك ثلاثا. رابعا، تحول عن جنبك الذي كنت عليه. خامسا، اذا كان مفزعا تقوم وتصلي ركعتين. فهذه امور خمسة يفعلها من رأى رؤيا ازعجته. قيدها: تتعوذ بالله من شرها، تطفل عن يسارك ثلاثا، تتحول عن جنبك الذي كنت عليه، لا تحدث بها احدا، اذا كانت مفزعة قم فصلي ركعتين. قال ابو قتادة رضي الله عنه: كنت ارى رؤيا اثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سري عني، والله اعلم. السلام عليكم.